تبارك الله عليكم الإخوان، شكرا جزيلا والله يحفظكم وينجيكم من كل ألم سقيم. الله يعطيكم السر. انتبهتوا لواحد المسألة اللي هي مهمة جدا. الهدف ديال سيوا لي بنك المغرب هو أن يكون أكبر عدد من الشكايات، 4 ديال الشكايات، وبنوا عليهم شنو داروا للسيد باش يأمبليكيو في شي حوايج اللي ما عنده بيهم علاقة، وباش يضربوا الشركة، وباش يديو الكونت. هذا هو الهدف ديالهم. دوك حنا خصنا نكونوا اذكياء وننبهوا ديال الناس ديالنا باش ما يرتكبوش هذا الخطأ. هذا راه اخطر شيء هما الشكايات. راه الا كانوا الشكايات راه الشركة مشات فيها فلوسنا، ما عمرنا ما غادي نعاودو نشوفوهم. دوك عفاكم، حذروا الناس من هذا الامر هذا، والله يحفظنا من المندسين، الله يحفظنا من المندسين، والله يحفظنا من المحرضين. لان فعلا هاد الشباب هادو بربعه اللي كانوا داروا هاد الشكايه راه غير تحريض، راه حتى هما ما كانوش عارفين، ما جايبينش الخبر لهاد الشكايات. حرضهم واحد الشخص الله ياخد فيه الحق، هو اللي داهم هذاك النهار وزيدهم باش داروا هاد الشكايات. الحمد لله راه ما تراجعوا عليهم، ولكن نحضروا ناسنا باش ما يطيحوش في هاد الفخ ديال سيوالي بنك المغرب. حضروا الناس ديالكم، الله يجازيكم بخير. راه ماشي في مصلحتنا، راه باغيين امبليكو الولد شي حاجه اللي خايبه ويديو لينا فلوسنا. دونك خصنا نكونوا حكماء. الله يجازيكم بخير ونهاركم مبروك وشكرا جزيلا.